البراح مهم قوي، بس الحقيقة محتاجين انه يواكبوا براح في الفكر مش في المكان بس. براح في الفكر يعني تمكين الأجيال الجديدة انها تعبر عن أفكارها، عن آرائها، عن طموحاتها، يحصل لها نوع من التمكين. التمكين ده مش تمكين سياسي، يعني مش لازم هو التمكين كل ما نجيب سيرته يبقى لازم يبقى وزير الشباب، اي شاب يبقى وزير، مش لازم يبقى وزير. تمكين اللي هو تمكين اقتصادي يقدر يشتغل ويلاقي مشروع، تمكين ثقافي انه يلاقي كتاب، انه يلاقي نفسه كمبدع، يطلع اغنية، كاتب اغنية، يطلع لوحة جميلة، يكتب مسرحية، يعمل فيلم. الحراك ده مهم قوي، وانا حقيقة انا بسميه الحيوية. وخطورة ما نحن فيه احيانا ان احنا بنعيد انتاج انفسنا، يعني مع احترامي للأجيال الكبيرة أساتذتنا واللي علمونا وتعلمنا منهم، المفروض يحصل نوع من المجايلة. المجايلة يعني جيل يوصل لجيل يوصل لجيل، ما يبقاش الكلام الأجيال الكبيرة بتكلم في وادي والشباب بيتكلموا في وادي. فبتمنى أن المعرض القادم يكون فعلا في إطار حوار الأجيال عشان ردم الفجوة بينهم، إنما بشكل عام خطوة رائعة إن يبقى المكان بهذه الشياكة، بهذا البراح، بهذا التنظيم. فدي كلها مكاسب كويسة، فاضل إن إحنا بس طموحاتنا في صناعة عقلية مصرية طموحة نقدية قادرة على الفرز، قادرة على المنافسة والانفتاح على العالم. هو أي مثقف خلي بالك الحقيقة ما بيدورش على كتاب معين، هو رايح يصطاد في البحر، طلع له بقى يعني حنش، طلع له بسرياية صغيرة، طلع له هو وحظه. فالمثقف بيدور على حاجة هو شخصيا مش عارفها، يعني هو جاي بيدور على فكرة جديدة، إبداع جديد، رؤية جديدة، فمش كتاب بعينه إلا إذا كان سمع عن كتاب شايف إنه محتاج قراءة. ففرصة برضو أن يكتشف كتب جديدة، إنما الحقيقة برضو الكتب المترجمة مهمة أو أن احنا نركز عليها أكتر علشان يحصل تلاقح ده، يعني ننتج وننفتح على الكتب العالمية الكبيرة. شكراً.